أي فن. أي فن، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت أكلم الدكتور محمد. الدكتور سامعك. طيب دلوقتي بالنسبة لعملية الدعم، لما بيجي أي لجنة بتحط الأسس بتاعت عملية الدعم، ليه ما بتتحطش غير الفقراء بس؟ دي طبعا ما فيش شك وما حدش يشك في ان دي الاولويه ليهم هم، في شك. الاولويه لمين؟ في عمليه الدعم بالنسبه للفقراء ماشي، ما حدش يقول حاجه، بس في المفروض اللجنه اللي بتحط دي الاسس دي في جهات زي محافظه اسوان مثلا، دي فعلا بتحتاج دعم. ما نقدرش احنا نقول ان احنا في الناس اللي هي عايشين في محافظه اسوان في هذا الحر اللي هو بيوصل في 46 و47 وبعض الاحيان بتوصل 50 و51 بس ما بيعلنش عنها. حضرتك انا ازاي ده يساويني باللي هو في اسكندريه ومرسى مطروح يعني من محافظات الوجه البحري كلها بما فيهم محافظات الوجه الجبلي، يعني نعتبر اللي هي عمليه ارتفاع الحراره الشديده، وطبعا انتم عارفين الكلام ده، بتعتبر من جنة لغايه اسوان. اسوان بتوصل في بعض الاحيان ما بيعلنش عليها رسميا ل 50 و51، وانت تعرفوا الكلام ده. فما تجيش يجي حد يقول لي ان انا اتعامل زي الشريحه العاديه بحيث ان انا احط لي المروحه ما اعرفش انك لو حطيت مروحه بتيجي حراره اكتر من انك لو سبت الشباك ولا البلكونه مفتوحه. فدي انا بقول حاجه يعني وبقترح حاجه، وللاسف الشديد ان عندنا في اسوان الخزان اسوان والسد العالي كلهم كهرباء، يعني اسوان ما تستفيدش منها. يعني ما لما قال بني ادم قال احط تكييف ولا تكييفين، تكييف عندي في البيت كواحد مثلا انا ومراتي او مثلا عيالي التكييف الثاني، لان مش انسانيا اصلا ان انا احط تكييف واحد عشان المهم كلهم احطهم ثلاث اربع عيال مثلا احطهم. فما تجيش تحاسبني على اساس ان انا باخد السلاح كتير، لا ده انا مضطر، في ناس بتضطر ان مش احنا قصدك مش رفاهيه يعني انت مضطر ان انت تستهلك تكييفات. ان انا استهلك والا اموت، والا انتم مش انتم متخيلين طبعا اكيد اكيد حتى لو جيتوا رحله في اسوان هنا بتجوها في الشتاء ويمكن تشوفوا لو انتوا تحت الشمس بتكون الشمس ازاي. مظبوط بقول وبكررها تاني، انا بقول ان بطريقه غير رسميه ما بتحطش درجه الحراره المظبوطه اللي هي بتوصل 50 و51. انا ما بقولش ان هي طول السنه يتعمل الاعتبار للناس دي، انا ما بقولش طول السنه، انا بقول لو اعتبرته شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 هم دول قمه الحراره اللي هي بتكون في اسوان، يا جماعه ارحمونا شويه. يعني انا بستهلك الكهرباء انا بضطر لعلم حقيقه، انا من الناس الملتزمه جدا بعمليه ان ادفع الكهرباء، لكن على حساب حاجات كتيره تانيه على حساب عيالي مثلا. انا ما بتاخرش، ويمكن اسمي هو موجود عندكم ويعرفوه عندنا في اسوان هنا، ان انا ملتزم جدا جدا، لكن بيكون على حساب حاجات تانيه. طيب ليه ما تساعدوش الناس اللي هنا؟ وبكرركم تاني، خزان اسوان والسد العالي ازاي ما نستفيدش منه كمحافظه؟ كل محافظات الخدمات اللي عندهم بيستفيدوا منها. حرام حرام اللي بيحصل ده يعني. طيب يا فندم متشكرين، شكرا يا استاذ شكري. طيب دكتور محمد معلش احنا بقى مواضيع يعني موضوع